بدعوة من عقيلة يجتمع غدا الثلاثاء في سرت عدد من رؤساء الأجسام السيادية وفق وصف المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اجتماع مخصص لمناقشة الميزانية المقدمة من بشاغة. الشخصيات الحاضرة والغائبة ناهيك عن مكان الاجتماع وتوقيته، نطرح الكثير من التساؤلات لعل أبرزها عن مصير توحيد مؤسسات الدولة. أرحب بضيوفي في حوارية الليلة. معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي السيد عبد السلام الراجحي، ومعنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي السيد وسام عبد الكبير، ومعنا عبر سكايب من القاهرة الكاتب والصحفي السيد إبراهيم بلقاسم. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. لعلي أبدأ معك سيد إبراهيم بلقاسم، وفق ما هو معلن أنه هذا الاجتماع سيبحث هذه الميزانية المقدمة من بشاغة، أيمكن الاكتفاء بهذا العنوان أم يمكن أن تصيغ عنوان آخر لما سيترتب عن هذا الاجتماع في سرت؟ أهلا بك سيد نبيل وأهلا بضيوفك. مبدئيا حقيقة شوف، السيد عقيلة صالح يعتقد اليوم أن المعسكر السياسي المقابل له، المعسكر السياسي في طرابلس، منفكك بما يكفي لأن يختبر الآن قدرته على يعني اختبار نفوذه على مؤسسات الدولة، باعتبار أن معسكر السياسي ما بين مجلس النواب وما بين الرجمة والمسافة بينهما قريبة جدا في المواقف السياسية، يعتقد أنه قادر اليوم على خلق توازن بشكل ما، وسيحاول تطويع وإجبار المؤسسات الدولة المختلفة أن تعترف به قبل أن يذهب إلى خطوة أخرى ربما هي الإعطاء الشرعية بشكل أحادي لهذه المؤسسات لتكون بدل من مؤسسات موازية هي المؤسسات الوحيدة التي يتعامل معها مجلس النواب في ظرف مهم جدا. نعتقد أن كل ما نقترب من يوم 21/6، كل ما اقتربنا من نهاية شهر 6 أو الثلث الأخير من شهر 6 يكون الأمور أكثر صعوبة، ويمهد لعملية أعقد وأبعد بعد يعني كلما ذهبنا إلى الأمام قليلا. صحيح أن يعني بفكرة أنه ربما يحاول الآن إقناع الخارج بأنه قابل وقادر على فرض قواعد جديدة للعبة، تمكين حكومة السيد فتحي بشاغة من خلال منحها الميزانية أو التلويح بمنحها الميزانية، وأنه إذا منح الميزانية لهذه الحكومة سيجبر المصرف المركزي والمؤسسات المالية الاعتراف بهذه الحكومة أو أن تكون هذه المؤسسات خارج الشرعية. نعم. وهذا يحاول رسم به مسار جديد وطريق اعتراف، وإن كان بشكل ما في داخل ليبيا، ومحاولة فرض بأنه الرجل المتماسك داخل المعسكرة هو من يعترف بهذه الحكومة، حكومة فتحي بشاغة أمام حكومة دبيبة. حكومة فتحي بشاغة يعني تعترف بها المؤسسات خلفها المؤسسات، أما حكومة دبيبة لا يوجد مؤسسات من خلفها. يحاول التسويق للخارج ليس للداخل. سنأتي للخارج سنأتي لنظرة الخارج كيف ستكون والرهان الذي يملكه عقيلة لتحقيق هذا الهدف. سيد وسام عبد الكبير، مسألة حضور شخصيات بعينها اليوم عندما نتحدث أنه حضر الحبري وحضر رئيس ديوان المحاسبة في الشرق عمر عبد ربة، وأيضا رئيس هيئة الرقابة الإدارية هناك، لكن غاب حتى اللحظة الصديق الكبير وأيضا خالد شكشك، ولا معلومات عن صنع الله إذا كان سيحضر هذا الاجتماع أم لا. بهذه المؤسسات التي توصف بأنها ربما موازية، يمكن يتحقق له الهدف بأن هذه الحكومة تمارس أعمالها بالشكل المطلوب؟ تحية لك سيد نبيل والسيد الأستاذ عبد السلام الراجحي وضيفك الكريم أستاذ إبراهيم بلقاسم. أهلا بك. هي محاولة من عقيلة صالح لإنعاش الحكومة أو يعمل لها بعض الصدمات الكهربائية بعد أن أصبحت بحكم ولدتها الميتة، يعني لم تقبل الحياة. بالنسبة للمؤسسات الموازية، هو من لو لاحظنا الرسالة التي وجهها عقيلة صالح كانت لمجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية والنفط وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة، فهو لم يذكر رئيس مجلس إدارة ليبيا المركزي ولم يذكر رئيس ديوان المحاسبة ولا رئيس المؤسسة الوطنية والنفط، وهم يعلمون أن رؤساء هذه الهيئات لن يأتوا إلى سرد. فمن البداية كان عملية التحايل الموجودة. البرلمان حاليا يعيش يعني في فترة سبات مثل التي عاشها قبل اتفاق جنيف، هو حاليا يعيش في عزلة
عزلة سياسية. لو نتذكر من بعد عطاء الثقة في بداية مارس لحكومة بشار الموازية لم يجتمع البرلمان لمدة شهرين، وحتى عندما اجتمع في الأسبوعين الماضيين اجتمع بعدد قليل جدا يتراوح من 25 إلى 35 عضو. البرلمان يحاول أن ينقذ نفسه بالدرجة الأولى وينقذ هذه الحكومة التي أصبحت في حكم المنتهية قبل أن تبدأ. سيد عبد السلام الراشي، هو إنعاش الحكومة يعتبره السيد عبد الكبير، وطرف آخر يعتقد أنه هذا هو بداية الانقسام. حتى لحظة المؤسسة الوطنية للنفط لم يتضح موقفها بعد إن كانت ستحضر أم لا. في نظرك ربما تلتزم الحياد أم قد يشوبها أيضا حالة الانقسام إن استمر هذا الخلاف؟ مساء الخير أستاذ دبي لك ولضيفك الكريمين والمشاهدين الأعزاء. هو الاجتماع الهدف منه هو يعني نوع من التحفيز أو إعطاء هالة إعلامية ونوع من التشجيع. يعني اجتماع الأجسام الموازية اللي يعني في سيرة نحب نسميه الأجسام الموازية، كل الحاضرين موازين، يعني إن كان الحكومة إن كان أجسام الهيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة حتى عقيلة صالح، كل أجسام موازية، لأن عقيلة صالح هذا المكان ليس منصبه، هو منصب حصد فزان. حضور علي الحبري كنائب لرئيس البنك المركزي في النهاية الإدارة لا يعتبر لا جزء من الشرعية، هو كان جزء من هو موازي كان فترة فيما مضى يمارس في نفس الدور، على فكرة بالاسم نائب الصفة لكن يمارس في نفس الدور. يعني تعتقد أن الحالة واحدة في حكومة الثانية كل الأجسام الموازية، العالم الموازي أو الأجسام الموازية تجتمع غدا في سرت فقط لإظهار أن كدافع لبدأ عمل الحكومة الموازية بقيادة السيد فتحي بشاغة في مدينة سرت، أعطاها زخم إعلامي وزخم اجتماعي، وكان إنجاز تبدأ من سرت وتعمل من سرت، رغم أن كانت تصريحات السيد فتحي بشاغة والدكتور عبد العثمان عبد الجليل بصفته متحدث باسم الحكومة كان في أكثر من مناسبة، مش مرة بالغلط قالوها، في أكثر من مناسبة يقولوا لن نعمل خارج العاصمة طرابلس، لن نصرف ميزانية خارج العاصمة طرابلس، لن نقوم بأي عمل خارج العاصمة طرابلس. كان هذا وعدهم للشعب الليبي حتى لا نكون جزءا من الانقسام أو نقسم المؤسسات من جديد أو نعيد الانقسام من جديد. هذه الوعود أصبحت من الماضي، لم يفوا بوعودهم. عندما منعتهم القوى الفاعلة الأرض كما سماها السيد فتحي بشاغة من العمل من العاصمة طرابلس ووفرت له ممر آمن يوم دخوله فجرا تغيرت الرؤية، أصبحت هذه الوعود جزء من الماضي، والآن نقول والله بنشتغلوا. حتى البعض يعني في ظلم الصراحة، حتى البعض يصف حكومة السيد فتحي بشاغة بأنها حكومة كما سماها حكومة عبدالله التني، أنا أعتقد في ظلم، بالعكس حكومة التني وضعها أفضل بكثير من حكومة سيد حبيب بشكل مختلف. أولا كانت معترف بها دوليا منذ انتخاب سيد عبدالله التني بطريقة أكثر شفافية وأكثر بفاش تجويد، كانت جلسة واضحة، العدد كان عدد كبير ليس كما حدث مع السيد فتحي بشاغة، كان الحضور واضح، كان جلسة شرعية مش كوليس كما حدث البيباص، لا انسحب لا من سحبش المرشح من سحبش، لا قعد بجلسة واضحة النصاب بعدد نصاب لا يخالف الإعلان الدستوري والقانون رقم 4 الانتخابات الخاص بالله الداخلية لمجلس النواب، كانت معترف بها دوليا في العالم كله لأن جاءت قبل اتفاق خسخرت، كانت من حكومته من سبتمبر تقريبا 2014 حتى ديسمبر 2015 تقريبا سنة ونصف أو أقل بقليل، كانت معترف بها حكومة السيد عبدالله التني دوليا، وكانت حتى تعزل في السفراء وتحط في السفراء وحتى مجالس الإدارات الشركات الاستثمار في الخارج، كانت السيد عبدالله التني لم تكن قريبة لحال بشاغة، هي تبدو لك قريبة لحال دبيبة اليوم؟ لا في فرق، لا ما نقدرش نقارنها حقيقة، يعني نقارن لك المثل ينطبق على بشاغة أكثر من دبيبة إذن في هذا لا الحال. حكومة أنا نقول لك حكومة دبيبة أقرب لحكومة السيد فتحي بشاغة في 2017 و2018 تقصد حكومة الرئاسي السراج؟ أي حكومة السيد فايز السراج. نعم. نكمل طيب. معلومة بس في ثواني فضل. أيضا والشيء مهم أن الأموال تعرف أن كانت في طبع عملة في الخارج قريب 20 مليار، يعني صوف حكومة التني كان من السنوات الأولى ما كانش عنده مشكل مالي، رأوا صوفت 74 مليار و400 مليون 74 مليار و400 مليون، هذا بحسب الورق أو التقرير الذي أرسله السيد عقيلة صالح لحكومة السيد عبد الحميد دبيبة كديون،
يعني صرفت 74 مليار. الآن من بيقرض حكومة فتحي بشاغة؟ من بيطبع عملة؟ من بيفقع وبيسطو على بنوك المصرف المركزي في بنغازي؟ من بيبيع الخردة؟ ما هذا كله ما عندهمش. طيب فالمشكل مادي وما فيش اعتراف دولي وما فيش أي شيء. إذن في هذه الحالة انطلاقا مما يقوله السيد عبد السلام الراشي ما يعتبره هو مؤسسات موازية وعدم أن هذه الحكومة لم تحظى بأي اعتراف دولي حتى اللحظة. إذن في هذه الحالة في تقديرك على ماذا يراهن عقيلة صالح وباشاغة لتحقيق مسعاهما هذا؟ شوف أعتقد أنه عقيلة صالح يعني الآن يراوغ الجميع، الآن يعني يمارس مناورة سياسية واسعة صراحة في أكثر من مستوى وباتجاه أكثر من ملف، اتجاه ملف الانتخابات والمسار الدستوري، لأن ما يقوم به الآن السيد عقيلة صالح هي رسائل مشوشة اتجاه المسار الدستوري. فلم يعقد جلسة لمجلس النواب الأسبوع الماضي تأكيد على توافقات القاهرة، اجتمع بمجموعة من الانفصاليين في القبة للحديث عن العودة إلى دستور 51، وبالطبع هو الغير صادق في هذه المسألة. والآن الدعوة لاجتماع في سرة بالحكومة قبل أن يحدث التوافق السياسي المطلوب، هذه رسائل مشوشة تجاه اجتماع القاهرة. أيضا هناك رسائل مشوشة بشكل عام، الآن عقيلة صالح يحاول مرة أخرى الاستفادة من الانقسام السياسي داخل معسكر السياسي داخل طرابلس، يعني يستفيد منها بشكل كبير جدا، ومرة أخرى هو يخاطب العدل. البحث عن الأدوات لفتح بشاغة هو ما يسعى له في هذه المرحلة، بمعنى أنه لا أخفيك سر سيد نبيل سعى بقدر الإمكان خلال الفترة القريبة الماضية حلفاء سيد فتح بشاغة لتمكينه بموارد مالية من خلال القروض من خلال المصارف التجارية في شرق ليبيا، ويعني وكانت هناك جدية في هذه المسألة، وأنه ربما هذه الحكومة خلال أيام قريبة قد تحصل على بعض سيد فتح بشاغة. لكن الظرف الدولي يعطيه هذا الهدف أو هذا المسعى، على اعتبار أن اليوم تجديد أمريكي على فكرة الشفافية وأن هذه الأموال تذهب في مصرف خارجي وأن لا تطال هذه الأموال شبهة التسييس، وبالتالي الظرف اليوم ملائم لبشاغة وحكومته حتى يتصرف أو يقترض الأموال المصارف كما هو الحال عند حكومة الثني فيما مضى، أم اختلف الأمر؟ هنا في إطار هذه المناورة هناك وسائل ضغط، وسائل الضغط التي تمارس الآن هي عملية استمرار في إغلاق النفط وتخريب لعدد من الحقول النفطية والتهديد بالمساس بالمورد الرئيسي للدولة الليبية اليوم. إما أن تعطوا لهذه الحكومة فرصة للعمل وبعض من الموارد المالية، وإلا سيستمر هذا الضغط ويزداد. هكذا هي الرسالة التي يتبناها التيار أو تحالف معين في المعادلة السياسية. أعتقد أنه الاعتراف الدولي سيتغير بشكل كبير جدا كلما اقتربنا من 21 مارس. حتى دبيبة نفسها يعني كان يكرر الأربعاء الماضي في اجتماع كان موجود فيه يقول نحن وضعنا مشكوك فيه يوم بعد 21 يونيو. الآن حتى قدرته على التسويق بأنه قادر على إجراء الانتخابات يبدو أنها يعني هذه الورقة أصبحت أضعف من الأول، باعتبار أن حتى اللجنة التي شكلها لجنة عودة الأمانة إلى الشعب عدد من أعضائها البارزين استقالوا ويتحدث عن عدم جدية الحكومة في الذهاب في هذا المسار. إذن الورقة والتلويح بأن ربما تجرى الانتخابات أصبحت أضعف. شوف أظن أن عقيلة صالح يفكر بشكل جاد أن يرسل رسالة للجميع في ليبيا وفي خارج ليبيا بأن ليس من يتواجد في طرابلس ويعني يهيمن ويسيطر فعليا على شارعين هو الرئيس الفعلي للحكومة، يجب أن يدير الدولة الليبية ويدير السلطة في ليبيا من طرابلس فقط، وأنه من الممكن أن نذهب إلى مدينة أخرى كسرت، هذا ما يسعى له عقيلة صالح حاليا، وتكون سرت ربما عاصمة بديل، وعلينا أن نضغط على المؤسسات بأن تذهب للاعتراف والتعامل مع الحكومة خارج طرابلس. هذا ما يسوق لي. لكن لماذا تعتقد أن النظرة الدولية أو حتى المحلية سواء كان من قوى سياسية فاعلة عسكرية أيضا أعلنوا ربما يعتبر أنه هذا حكومة وتمارس مهامها في مدينة ليبية ولا ينظر إليه على أنه بداية انقسام حقيقي والعودة بالمشهد إلى 2014 أو حتى ما بعد من اتفاق صخرات بلد بحكومتين، رغم أن المشهد في 2017 ربما 16 كان مختلف، حكومة السراج الرئاسي تحظى باعتراف دولي حتى وإن كان قولا من بعض الدول.
في ثواني سيد إبراهيم أعذرني فقط لأني سأذهب بعد للسيد وسام. تفضل. سيولة يشهدها المشهد الليبي، سيولة الأحداث. مسألة الانقسام نحن موجودين فيها، أي تحرك الآن لن يكون مؤثر بأي اتجاه، أعتقد أنه سيفقد التأثير سواء كان عسكري سلح أمني سياسي اقتصادي، لن يضيف لهذا المشهد أي تأثير حقيقي. نحتاج إلى التفكير بشكل جاد على أن الخيار الثالث ربما يكون الحل في مرحلة، لكن الآن مسألة الاعتراف بالحكومة أو عدمها سيكون كلا الحكومتين في موقف صعب جدا في نهاية شهر يونيو، باعتبار أن خارطة الطريق الأممية قد انتهت. هنا يسوق عقيل الصالح لفكرة أنه الاتفاق السياسي انتهى. عندما تتحدث عن أي اتفاق سياسي وأنت لم تضمن اتفاق جنيف تونس، يتحدث عن اتفاق سياسي 2015، هناك رغبة في الذهاب للاستحواذ على قرار، وأن يكون القرار في ليبيا قرار أحادي، ويسعى مجلس النواب فعليا للذهاب للتفكير بشكل جاد على أن يعود مرة أخرى ويستلم زمام الأمور. ما إن كانت التسوية غير مرضية لتيار مجلس النواب، بالرغم من الانقسامات الموجودة داخل مجلس النواب بالأساس، حتى مجلس النواب نفسه في وضع غير مثالي. سيد وسام، سيد وسام الكبير، بهذه المقاربة التي يعتقد السيد إبراهيم بلقاسم بأنها تدور في ذهن عقيلة صالح في إدارة الملف، جعل حكومة فتحي بشغل اليوم تعمل ويتكون لها الفعالية السياسية وأيضا الفعالية على الأرض حتى تمارس مهامها بالشكل المطلوب، انطلاقا من ذلك هل تميل الكفة لصالح عقيلة صالح وأيضا معه فتحي بشاغة لإنجاح هذا المسعى أم لفشله بالنظر إلى المتغيرات الحاصلة؟ لا أعتقد. إذا رجعنا إلى الخلف، مثل ما ذكر السيد عبد السلام الراجحي، حكومة التني كانت أكثر جغرافية، يعني حكومة التني كانت هناك بعض مدن في الغرب تتبع حكومة التني مثل صبراتة وصرمان وورشفانة في وقت ما، وكانت أكثر جغرافية، وكانت إداريا تتبعها مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية والشرقية وإدارات عديدة. اليوم حكومة فتحي بشاغة هي أقرب ما تكون إلى حكومة شنطة، يعني لا وجود لها على الأرض، لا توجد إدارات تتبعها. إلى عد الآن قبل يومين كان عميد بلدية طبرق وعميد بلدية القبة متواجدون مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد بيبة، وقابل عمداء بلديات الجنوب. لا تزال الإدارات في المنطقة الشرقية ومديريات الأمن تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية. حكومة فتحي بشاغة لحد الآن لم تولد، يعني لم تنفخ فيها الحياة حتى هذه اللحظة. أما بالقول بالنسبة للاتفاق السياسي و21 يونيو وما بعده بالنسبة لانتهاء الاتفاق السياسي، إذا رجعنا لاتفاق الصخيرات، اتفاق الصخيرات قام مدته سنة أو 18 شهر، ولكن عندما لم يوجد اتفاق بديل تم المجتمع الدولي اعترف واستمر بالاعتراف بحكومة بالسيد فايز السراج والمجلس الرئاسي نظرا لعدم غياب بديل. الوضع الراهن كذلك سيتم الاعتراف بالاستمرار الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية إلى إيجاد بديل سياسي قادم. أما محاولات الإنعاش التي يقوم بها فتحي بشاغة ومن خلف عقيلة لإيجاد جسم موازي أو حكومة موازية في سرت، لن يكتب لها النجاح. سرت إذا رجعنا حتى قبل 2011 عندما كانت الدولة في قبضة واحدة وكانت مؤسساتها متوحدة وتحت سلطة الرجل الواحد، لم تنجح بأن تكون عاصمة سياسية وإدارية ليبيا، ونجحت الإدارة الوسطى في إفشال هذا المشروع، مشروع إقامة سرت كعاصمة. فبالك اليوم السرت أو من يتواجدون في سرت لا يمتلكون مصرف ليبيا المركزي ولا المؤسسة الوطنية للنفط ولا المؤسسات السيادية ولا الاعتراف الدولي ولا اعتراف غالبية القوى السياسية الداخلية. ففتحي بشاغة وعقيلة صالح لا يزالوا يستمرون في الهرولة للأمام ولا يريدون الاعتراف بأخطائهم التي بدأت من عملية الانفراد بالمسار الإحادي وتقديم فتحي بشاغة كمرشح وحيد وعملية الشبهات التي ذكرتها المتحدة في عملية تنصيبه والاستمرار في هذا المعترك والتنصل حاليا حتى من التعديل الثاني عشر المشبوه الذي قاموا به والتنصل من اجتماعات القاهرة. الانسداد السياسي حاليا موجود والانقسام أصبح أمر واقع، لكن حكومة بشاغة إلى هذا اليوم لم تعمل في أي منطقة في ليبيا، حتى من قبل أسبوعين عندما قام بالمحاولة الفاشلة طرابلس قال أني سأبدأ في العمل وسرت، لكن حتى الآن لم تبدأ هذه الحكومة في العمل. لكن الحال يتكرر حاليا، لا تزال تصير في مقابل ذلك خصوم دبيبة يقولون أن ذات المشهد يتكرر معها الرجل. إن كان فتحي بشاغة اليوم لا يمارس مهامه على كامل الأراضي الليبية، ذات الحال موجود عند عبد الحميد دبيبة لا يتحرك بالشكل المطلوب في مختلف المناطق، وبالتالي النظرة إليه تبدو من قبل البعض أنه أمر واقع.
بالنسبة لعبد الحميد دبيبة وضع حكومة الوحدة الوطنية حتى قبل خروج الحكومة الموازية كان هذا وضعها. الشرق رفضت من فترة طويلة عدم استقبال استقبال عبد الحميد دبيبة، وجنوب والشرق هم عسكريا يتبعون بعضهم. أما بالنسبة للقول أن حكومة أمر واقع، حاليا الجغرافيا التي يحكمها عبد الحميد دبيبة هي كامل المنطقة الغربية، وإداريا وماليا يحكم ليبيا بالكامل. أما بالنسبة للحكومة الموازية التي يقودها فتحي بشاغة، لا وجود لها، لا توجد لها وزارات على الأرض، لا توجد تعاملات يومية مع المراقبات الخدمية في كافة مناطق ليبيا في شرقها وجنوبها وغربها. فالمقارنة يعني غير صحيحة، غير واقعية. حكومة الوحدة الوطنية غير واقعية، هي الأقوى على الأرض، هي الموجودة، هي المعترف بها، هي من يتعامل مع المواطنين في سائر خدماتهم المالية والصحية والخدمية. فحكومة فتحي بشاغة لحد الآن نقدر أن نقول عنها بشكل صحيح هي حكومة مقترحة، وهي حكومة شنطة متواجدة في شنطة وليس بحث. هذه الفكرة سيد وسام، هذا التوجه يمكن نظر لي على أنه يستند إلى ربما تأييد محلي من بعض الأطراف سواء كانوا سياسيا أو حتى عسكرية، وأيضا أطراف إقليمية ودولية، أنه لفرض هذه الحكومة التي فشلت أو أفشلت من فكرة الدخول إلى العاصمة وبدأ العمل منها. لا، هو شوف القضية أن في أطراف سياسية، هو في طرف واحد، طرف عقيلة صالح حفتر هو فقط اللي دعم الحكومة، حتى قضية أستاذ إبراهيم والطرف الآخر الذي يتماهى معها من الأعلى للدولة. لا حتى الأعلى، أنا أقول لك حتى على الدولة كان يريد جزء من السلطة في الوزارات مع حكومة فتحي، ما حصل معهم شيء فوخر التالي. يعني شوف السلوك اللي كان مجلس الدولة لما شاف تشكيلة الحكومة ولقيه ما حصل شيء انسحب، لقيه أعضاء مجلس النواب كلهم ولوا وزراء ولوا نواب، وهم مجلس الدولة لم يتحصل على شيء، كثير منهم انسحبوا حتى اللي كانوا مؤيدين حكومة السيد فتحي بشاغة في البداية. قضية إن 21 سبتمبر 21 يونيو، راه نقول لك نفس الكلام سمعناه، وسلوك دار عقيلة صالح وجماعته وحفتر لما قالوا للسيد فايز السراج ان الاتفاق الصخيرات يتم يوم 21 ديسمبر 2017، لان حسب الاتفاق يتم يوم في سنه 2017 سنتين. نعم. واستمر السيد فايز السراج باعتراف دولي وفي سلطه ويتماهى مع المؤسسه الوطنيه للنفط والشركات في الخارج والسفارات والدول ومركز مصرف ليبيا المركزي حتى مارس 2021 عندما سلم السلطه. السياسيين اقوى دبيبه في نظرك اليوم؟ اقوى. انا نعطيك مؤشر. اعطيني مؤشر. تصور اللي يقدم في الخدمات عزك الله المياه والصرف الصحي ويقيم في القمامه والكناسه، واللي ينظف في قمامه ويقيم في قمامه مجلس النواب ومربوعة عقيله صالح، هي البلديه، مجلس البلدي طبرق والقبه. الامس مجتمع بهم السيد فتحي السيد عبد الحميد دبيبه، هذا لم يحدث مع السيد فايز السراج. يعني نحكي لك وين الوصول. قضيه الاموال الصرف، يعني مصر في بالمركزي لما نزل الاموال اللي صرفت كلها عن طريق وزاره الماليه حكومه الوحده الوطنيه، مش عن طريق السيد فتحي بشاغه وحكومه الماليه بتاع فتحي بشاغه. ايضا والمهم كيف ما قال السيد وسام، او من الجنوب وسام، السيد وسام. نعم. من الجنوب حتى اجتماع غدوه الموازي مش ما اعطوش حتى حصه للجنوب، في الفزان ما شاركش، ما عندكم حد وسام تقريبا مشارك حتى في الموازيه، ما عندكمش حصه حتى في الموازيه، مهمشين خوتنا في فزان حتى في الموازيه، مش حاضر حد. النائب الرئيس من الجنوب؟ لا وهناك وزراء من الجنوب، ان كنت تعتبرها انه فكره المحاصصه اليوم. لا، من نائب من 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 بوهادي، مستحيل يكون في فزان. لكن اعتبر انت يعني حتى مترشح ممكن الاستاذ وسام يوضح اكثر، هو كذلك، لكن اعتبر انه ممثل عن الجنوب. نرجع لجزئيه مهمه، الحركه اللي يدير فيها ايضا السيد عقيله صالح بالدوشه هذه اللي بدايرها، هو اجتماعه والصور والرطر كيف يتحرك، لدرجه ان رئيس الحكومه كان موظف مراسم مستقبل السيد فتحي بشاغه المفضل رئيس حكومه، كان موظف المراسم عند هذا الذي قراته من الصور عند عقيله عندما يستقبله في المطار، كان جاي من الخارج، جاي من القبه كويس، هالدوشه وهالزخم والصور نتاع الرطل، وعقيله صالح جاي وحيوجول الوزراء، حيجي الرئيس، خبر عاجل رئيس الحكومه فتحي بشاغه سيحضر الاجتماع، كان دوشه هيك، عرفت الدوشه هذه، على الدوشه هذه اللي مدارينها باش يعطوا زخم، لان في راهو في حتى دول اقليميه ترى في ممكن مقاربه ما بين السيد فتحي حفتر والسيد عبد الحميد بيبره، وقد اذا نجحت هذه المقاربات تحدث عن الامارات. اي نعم، اي ممكن تنجح هذه المقاربات وينتهي المشروع عقيله صالح، لان عقيله صالح في النهايه هذه الحكومه عندها تمثيل فيها كبير جدا،
وين صارت مقاربه بين حفتر وعبد الحميد دبيبه بحكي له صالح ماش لي وزن، لكن الحكومه هذه نتاع فتحي قيل صالح محصل فيها وين وزارات ووكالات وربع مليار دينار مصاريف في الميزانيه المقترحه، من ضمنهم 100 قريب 180 مليون لمستشاره. فراه نقول لك راه حتى قيل صالح الدوشه اللي مدايرها اليوم واعلامه كان حاجه انجاز كبير، كان قمه شو اسمها قمة عالمية، كان اجتماع عالمي، كان باش هم أجسام موازية تغير النظرة الدولية في ثواني تغير النظرة الدولية. لا ولا لها وزن، لا تحمل أي قيمة، لا هي دوشة داخلية بس. الدوشة هذه صوابية ذلك سيد إبراهيم بالقاسم، أنه فكرة اعتقاد السيد عبد السلام الراشح اليوم أنه لا يمكن أن يتماهى المجتمع الدولي مع هذا، مع ما سيجري في 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 سيرته، واعتبار أنه حكومة فتحي بشاغة حكومة أمر واقع وقد تقدم الخدمات للليبيين بالشكل المطلوب. من السابق لأوانه الحكم على هذه المسألة كما أشرت، بأنه بمجرد ما نوصله يوم 21/6 الوضع يختلف تماما. الآن هو التمهيد لمرحلة ما بعد، سواء كان لكسب نقاط سياسية من هذا الطرف أو ذاك، أو لمحاولة رسم مسار بديل عن حكومة عبد الحميد الدبي. القصد بأن ما زال عقيلة صالح متشبث بثنائية الحكومة، وما زال متربص بشكل فعلي في اتجاه إبعاد وإقصاء سيد عبد الحميد بيبة وحكومته، وما زال يحاول التسويق بأنه قادر على إعطاء حكومة سيد فتحي بشاغة ما لم تأخذ أي حكومة من مجلس النواب، وهو قانون الميزانية. في حالة منح مجلس النواب قانون الميزانية، وأنا أشك في هذا، لكن سيد فتحي بشاغة يبدو لي أنه واثق بأنه سيحصل، إن كان ليس هذا الأسبوع فالأسبوع القادم سيحصل على قانون الميزانية من مجلس النواب. أنا ذاك أعتقد أنه جزء من قواعد اللعبة قد يتغير صراحة، لأن المشهد متغير وسيتغير صراحة بشكل فعلي، وأنه يتغير كل يوم. فحصول على قانون الميزانية يعني يختلف تماما هذا من حيث الداخل. لكن التمويل الخارج قبل الخارج، مسألة التمويل لأنه هذا مهم، من أين ستمول هذه الميزانية؟ الاقتراض من المصارف؟ كان هناك محاولة وتحدثت عن هذا قبل قليل، أن هناك محاولة لمنح حكومة سيد فتحي بشاغة يعني قروض من مصارف تجارية في شرق ليبيا، وهذه المصارف أصبحت يعني تشعر بأنها مثقلة الآن بالديون وبالقروض، وأموال المودعين أصبحت غير يعني مجهولة. فهذه كانت محاولة قبل أن نذهب إلى قانون الميزانية. قانون الميزانية الوضع يختلف تماما. سيكون قادر عقيلة صالح في حالة أنه فعلا ذهب لإعطاء قانون الميزانية أن إجبار الصديق الكبير على خيارات صعبة جدا، يعني محافظ مصرف أو مصرف المركزي على خيارات صعبة جدا، إما الانخراط والانصياع لحكومة بشاغة، أو الذهاب إلى اللا اعتراف بمصرف المركزي والضغط عليه وإعطاء فرصة جديدة لتغيير المصرف المركزي بمصرف آخر. صحيح أنه الصديق الكبير يعني أيضا يعني كان ذكي بما يكفي بأن يرسل رسائل تهديد أيضا لعقيلة صالح ولمعسكره السياسي، لأنه كشف فقط عن جزء من الإنفاق الذي يقوم به مجلس النواب والمبالغ الهائلة والطائلة جدا التي يصرفها مجلس النواب، وكشف عن ميزانيته. وهذه رسالة أننا قادرين نحن والمؤسسات التي لا تقبل بك عقيلة صالح أن نكشف عن أكثر من هذا، ونجعل الشارع البرقاوي على الأقل أو الشارع في شرق ليبيا يعني يذهب في حالة من السخط عليك وربما حتى الضيق عليك. هذا من الداخل. لكن هناك عوامل. ما الذي سيجعله ينخرط؟ ما الذي سيجعل في عجالة؟ ما الذي سيجعل الكبير يتماهى مع خطوات عقيلة وأن يقدم الأموال؟ في حال حصل بشاغة على قانون الميزانية سيكون هناك يعني تغير في قواعد اللعب في حسب وجهة نظر عقيلة صالح. هذا هذا وجهة نظر عقيلة صالح هكذا يقول، لأنه لا أنا أبحث عن وجهة نظرك أنت يا سيد إبراهيم، دعني من عقيلة. أنا كنت وجهة نظري، فأنا من تقييمك للموقف. تقييمك للموقف، تقييم الموقف حالة عبثية. نحن الآن أمام يعني مشروعين يقسمان ويمزقان المجتمع الليبي، ويقسمان الليبيين ويمزقان الليبيين أكثر من متمزقين. هذا الشهر سيكون يعني حالة السيولة التي أشرت لها وحالة استعراض. شوف، من الأساس كانت الاستراتيجية أو سياسة الأمم المتحدة في ليبيا سياسة خاطئة. عملية مقاربة السلطة التي تقوم بها دائما الأمم المتحدة في ليبيا هي من جعلت أن المشهد لا يخرج فيه ولا يصعد فيه إلا القوي، ومبدأ القوة هو استعراض القوة والسلاح. طيب.
والرفض والتعطيل والعرقل. إن كنت تتحدث عن رأيي الشخصي فأنا أعتقد أن يجب أن تصحح استراتيجية الأمم المتحدة تجاه الملف الليبي التي بدأت من عام 2012 وما زلنا نعاني فيها، كانت سبباً في الصراعات بين المسلحة والعنف واستخدام القوة المفرطة من أطراف معينة تجاه خصومها بشكل عنيف جداً دون محاسبة المرتكبي هذا العنف أو حتى إبعادهم، أو واستبدلت الكفاءة واستبدلت الذهاب إلى مشروع ليبي حقيقي، مشروع وطني لاستعادة الدولة بمبدأ البقال الأقوى. البقال الأقوى. فصعدت مجموعات صغيرة وأصبحت مجموعات كبيرة. سنأتي إليها. وهكذا سيكون المشهد الدولي. مسألة القصور في المبادئ. خليني أتحدث عن مسألة مهمة جدا. في عجالة. الآن شهر ستة سيكون هناك تغير في المواقف الدولية، لا لشيء إلا لأن هو موسم تغيرات، موسم انتقالات حرفيا، يعني اعتباري هوني أمس قد تغادر المشهد الليبي وهي غير موجودة بشكل فعلي في الملف كما كانت في السابق كمبعوثة الأمم المتحدة. الآن هي مستشارة الأمين العام والأقرب بأنها يتم إزاحتها. هناك الاقتراب من تسمية مبعوث أفريقي لبعثة الأمم المتحدة وأن يكون على رأس الأمم المتحدة. إذا هناك تغيرات في المجتمع الدولي تجاه الملف الليبي. يجب أن تكون هذه التغيرات في اتجاه الليبيين، لصالح الليبيين، ليس لصالح المجتمع السياسي الموجود اليوم، لأن هذا المجتمع السياسي يحتاج إلى إزاحته كليا. هذا الخيار يا أتمنى أن أرى عقيلة صالح وغيرها الموجودين اليوم في المشهد مسؤولين سابقين، نتمنى أن يبقوا معنا صراحة. سأعود لك مرة أخرى سيد إبراهيم بلقاسم. سيد وسام، هذا الخيار أو هذا الطريق إلى أين يقودنا بالضبط؟ مسألة نحن أمام مناخ قادمين على مناخ أكثر تأزم، زد عليه منطقية المخاوف اليوم أن تعود الأطراف إلى لغة السلاح مرة أخرى ومحاولة حسم ما عجزت عنه السياسة. بالنسبة للحرب والنزاع المسلح لحد الآن مستبعد، والأوضاع يعني صح الوجود توتر الأمني والعسكري في مختلف مناطق البلاد، لكن الصراع المسلح مستبعد لأسباب داخلية وخارجية والوضع الدولي والإقليمي وكذلك الوضع الداخلي الليبي، والانقسام اليوم يختلف عن الانقسام قبل سنتين. أما بالنسبة لعلاقة الصديق الكبير فتحي بشاغة، فتحي بشاغة في المحاولة الأخيرة اتهم الصديق الكبير بشكل مباشر أنه يقف وراء القوات التي منعتها وقام بتمويلها، واللي يذكر السيد الصديق الكبير بالاسم. وفي اليوم الذي يليه قام السيد الصديق الكبير بعمل اجتماع وجمع كافة رؤساء الهيئات السيادية، الرقابة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الرئاسي وكافة على الرؤساء المناصب العليا، وكانت رسالة واضحة إلى طرف عقيلة صالح ولا رئيس حكومة الموازية فتحي بشاغة أنه هو دعم قوي لعبد الحميد دبيبة ولهذا التوجه أو الطرف السياسي. أما بالنسبة للقول أن بعد 21 يونيو سيكون هناك تغير في المشهد الدولي تجاه ليبيا، هذا أرى أن كلام فيه مغالطات كبيرة. المشهد الدولي لن تكون هناك فيه أي تغيير، مثل ما ذكرنا سابقا سيكون نفس السيناريو حكومة فايز السراج واتفاق الصغيرات، إن انتهى الاتفاق ولكن سيتم الاستمرار الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن يصول إلى مسار لما الاعتقاد يا سيد وسام؟ لما الاعتقاد بأن النظرة الدولية ستكون أكثر اعتراف بعبد الحميد دبيبة ولن تكون على أنه حالة تنازع شرعية في ليبيا والحل هو الانتخابات؟ لماذا تقدم الأولى على الثانية فقط؟ الحل هو المجتمع الدولي حيدفع بالضغط إلى الانتخابات من عدة وسائل، منها اللي هي عدم إعطاء ميزانية لأي من الأطراف، سواء لطرف حتى لو تم اعتمد البرلمان ميزانية، لأن سيكون هناك ضغط دولي بعملية إدارة الإيرادات، مثل ما صرح من فترة سابقة السفير الأمريكي نورلاند بأنها ستكون آلية لإدارة الإيرادات تضمن تسيير الدعم والمرتبات فقط، أما النفقات التسييرية للحكومتين ممكن تدخل في نفقات الدين العام مثل ما حدث في حكومة تيني وحكومة فايز السراج في زمن في وقت ما. يعني المجتمع الدولي حيستخدم أدوات المال والضغط السياسي وعدم الاعتراف بطرف جديد اللي هو الحكومة الموازية التي لا تملك مقومات الاعتراف، يعني في ظل وجودها خارج طرابلس وفي ظل افتقارها للمؤسسات السيادية. يعني النسق الدولي سيكون بالضغط إلى حتى الضغط على مسار الدستوري في القاهرة أو البحث عن مسار آخر أضمن. وجود حكومة جديدة واعتراف بشرعية جديدة يعني تأجيل الانتخابات، والمجتمع الدولي كما نعلم أنه يدفع إلى الانتخابات، لكن
في المجمل فإن ما سيحدث في سرت غدا هو اجتماع وليس جلسة للبرلمان جلسة رسمية. نعم. هي محاولة الإظهار أنهم موجودين كقوى، لكن جميع المؤسسات التي ستستمع ستكون موازية. نعم. ممكن باستثناء مكافحة الفساد ممكن التي مقرها في المنطقة الجنوبية، أما بالنسبة للديوان المحاسبة والرقابة وغيرها وكلها ستكون مؤسسات موازية. رسالة ستكون محاولة لإرسال رسالة للداخل والخارج، لكن رسالة لن تكون بالصورة التي يتأملها عقيلة وداعموه من الأنصار الحكومة الموازية. أراك تبدو غير موافق على ما ذكره السيد إبراهيم بلقاسم فيما يتعلق بانحدار قانون. لا لا, لا 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 أتحدث عنك سيد وسام، اعذرني لم أقل أني ذهبت للسيد الراشحي، اعذرني الكلام ليس لك، سأعود لك مرة أخرى إن سمح لنا الوقت بذلك. أراك غير موافق لما يقوله السيد إبراهيم، لماذا؟ هو فيما يخص الميزانية، إن والله كان صدر ميزانية صديق الكبير ملزم بتنفيذها. أنا نقول له في حادثة قبلها، يعني في 2015 قانون رقم 4 قانون الميزانية لحكومة التني أصدر مجلس النواب كويس بقيمة 41 مليار و 168 مليون قانون ميزانية لحكومة عبد الله التني أصدر تقريبا في مارس 2014 مارس 2015 قرار رقم 4 اسمه 2015 ما اعتدش به صديقي كبير ولا صرف المقرش منه. يبيش كان عقيلة صالح وهو في عقيلة صالح كان أصدر قانون معناها بيطبق، ما احنا في مشكلة. تجيلي مثلا جيلي واحد مثلا من المعارضين عبد الحميد بيبة يقول لك هذه الحكومة فاشلة ورئيسها فاشل، ليش؟ قال يقول لك لا يستطيع العمل من كل مدن ليبيا كويس ويجب تغييره. تقول له بايك يا سلام، او حتى عبد الله عقيله صالح لا يستطيع زياره مصراته ولا غريان ولا الزنتان ولا ورشفانه ولا بن وليد ولا يمشي حتى الغات، حتى هو المفروض نغيره، حتى هو فاشل. عندنا قائد الجيش، قائد القياده العامه قوات العربيه الليبيه الشعبيه المسلحه خليفه حفتر، قالوا عنده 100,000 جندي يبي رواتبهم غير ارقام وطنيه، حتى هو بنغيروه. ليش؟ فاشل، ما يقدرش يجي لمصراته، ما يقدرش يجي للعاصمة، ما يقدرش يجي لتجورة، ما يقدرش يمشي لغريان، حتى لما جاء ميليشيات جت غريان ما يقدرش يجي هو، ما يقدرش يمشي لزوارة، ما يقدرش يمشي غاد. حفتر من 2014 مكانين بس مشى لهم، مشى للطبرق على القولة الدبورة وقسم، ومشى للبيضة وقعد في الرجمة، توه برا مرة يمشي لبنغازي لفندق الفضيل، استراحة مدير هكا تضرب فيه الموجة على البحر للنوات. راهو في حفتر ما يطلعش من هذه المناطق الثلاث من 2014. نتحدى اي واحد يقول لي حفتر شافوه في غات ولا القطرون ولا اوباري ولا شافوه في جدابية ولا شافوه في الكفرة ولا شافوه في الجغبوب ولا شافوه في درنة. ها ثلاث مناطق بس، قاعد في الفندق الفضيل ولا في الرجمة في الحصون. لكن خاطي هذا مش حتى المفروض نغيروه، فاشل. كيف قائد جيش هو القوة اللي عنده سلاح المفروض نلقوه غضوة في غريان مجتمع مع جيشه؟ فاعتقد ان قضيه ان والله كان عقيله، ما هذه المشكله عقيله دار قانون من بينفذوها في طرابلس، ما عندهاش قيمه. سلطه امر الواقع، سلطه امر الواقع نفس ما صار لحكومه السيد فتحي عبد الحميد بيبه وحكومه فايز سراج، ما يقدروش منعوهم من العمل او زياره منغازي أو غات او القطرون او اكثر من مره يمنعوا طيارتهم الهبوط. فقضية إن والله يكررها دوما في حديث السيد إبراهيم حول أن المشهد ربما يتغير في 22 يونيو. لا لا، ممكن حركة قفزة بل هوانية كيف ما زي ما يدير فيها عقيلة صالح لإثارة الدوشة. عقيلة صالح يحب الدوشة، جيجيك دوشة لأن بحكم طبيعته تام ربيع وسكمبيل وواحد ففي أجواء دوشة هيك، فهو من هواة الدوشة فبيدير دوشة زي دوشة السرت. اجتماع السرت تحس أنت خارق العادة بالدوشة اللي مدينين عليه، هو اجتماع عادي جدا. السام طيب. موازي مقام زي ما بعضها مجتمع عادي جدا يعني زي حكومات الظل يعني حاجة مش حاجة. فلن نرجع لموضوعنا، قضية إن ما يقوم به عقيلة صالح هو ارباك المشهد. أنا أعطيك مؤشر مهم يا أخي، حكومة يعني حتى جامعة الدول العربية، حتى مصر، حتى روسيا كويس، حتى الإمارات، حتى الأردن، هذه دول كانت لمرحلة ما دعم عقيلة صالح وحفتر، لم تتعامل مع حكومة فتحي بشاغة حتى الآن بشكل رسمي. يعني حتى جامعة الدول العربية لشيشتها تدعم عقيلة صالح لم يعتمد، يعني حتى الاجتماعات الوزارية في إطار منظومة الجامعة الدول العربية لم يقدموا دعوة لأي وزير من وزراء فتحي،
لم يتر حتى التهاني بلغيت يبعد فالع قيل طيب لكن لماذا يبعد فالع عبد الحميد لماذا بيبرة. تستبعد انه يوم 22 يونيو كما يقول السيد ابراهيم بالقاسم زي ما 21 ديسمبر 2017 ينظر اليه من منتهية الولايه ما عندنا تجربه عندنا تجربه ينظر الى حكومه دبيبه وفق نصوص اتفاق جنيف على انها منتهيه الولايه كما يقول السيد ابراهيم هذه نظرته لماذا انت تستبعد هذه القضيه ما نفس الفض... اللي ف... ما عندنا تجربه سابقه 21 ديسمبر 2017 داروا نفس الدوشه هذه حكومه انتهت اتفاق مش اتفاق الصخرات انتهى وخلاص ويجب ان ترجع صلاحيات القائد الاعلى والمجلس الرئاسي لعبد لعقيله صالح ونفس الدوامه والعالم استمر في الاعتراف حتى اتفقوا نعم البعثة الأمم المتحدة جاءت بملتقى الحوار واتفقوا في ملتقى الحوار تونس جنيف لتقاسم السلطة وشاوب حكومة طيب. عبد الحميد دبيبة الأمر الآخر والمهم في حاجة اسمها زخم شعبي كان في برقة وفي فزان نوعا ما في تعاطف مع حكومة التني وهادو إسلاميين وهادو إرهابيين وهادو إخوان وهادو مقاتلة وهادو يعني في نوع من الدعاية السياسية كان يمارسها مجلس النواب عقيلة صالح غير الواقع السردية لا كانت في نوع من الدعم الشعبي اقصد انه تغيرت السرديه يا اخوي نبيل زمان من المحرمات انه يطلع حد ينتقد عقيله صالح امس مطلل طالع ينتقد في عقيله صالح ومجلس النواب على الفلوس اللي لهطوه من ربع مليار ايش تحكي من قبل من يتوقع الان من يقدر يتكلم زمان تو فيه حتى القائد الشعبي بتاع الشعب الليبي الان لن يدافع عن عقيله صالح وحكومته طيب ليش ان سرديه ان مقاتله واخوان واحنا نحاربوا في الارهاب واحنا هادو ارهابيين واسلام سياسي اكتشفوا الليبيين ان عقيله صالح متحالف مع الاسلام السياسي والاخوان المسلمين في هذه الحكومه واضح تماما وبالتالي سيد ابراهيم بالقاسم عن ماذا تنطلق في اعتقادك بانه يوم او اخر يونيو تتغير النظره الدوليه ان كان عبد الحميد دبيبه يؤكدها مرارا انه لن يقبل باي صيغه اخرى للخروج من منصبه سوى التسليم لسلطه منتخبه وبالتالي الا تعتقد بانه المجتمع الدولي سيتعامل معك كسلطه امر واقع والنظره ذاتها تنازع على الشرعيه في ليبيا دون تقويه موقف حكومه عن اخرى اعتقد ان السرديه اللي كرر فيها السيد عبد الحميد الدبيبه وهي باعتبار اني اخر الواصلين لا يمكن ان اكون اول المغادرين وإذا أردتم المغادرة فنغادر جميعا هكذا يكرر السيد عبد الحميد دبيبة صراحة ضمنيا في رسالته يعني ما ينفعش لازم نمشي الانتخابات ويمشوا هم الكل ويغادروا هم الكل يعني اقتباسا اللي ممكن نقتبسها من بعض يعني الكلمات اللي وجهها في خطاباته دائما فهذه سردية عبد الحميد دبيبة بأنه لا يرغب أن يكون لكن شوف أنت قدام ضغط داخلي حقيقي لأن يعني هناك العصا التي يستخدمها أي طرف سياسي لفرض نفسه في دينه خصوصا عندما يصل إلى أنه اقتنع بأن لديه القدرة على أن يستخدم أدوات في ضغط في العملية سواء كان بإغلاق النفط طباعة عملة بشكل موازي أو الدخول في صراعات أو نزاعات مسلحة بأي شكل من الأشكال أو دعمها على أقل تقدير هذه أدوات الضغط أو هذه الصوت الذي يستخدمه أي طرف سياسي لإملاء ما يريد على أي حكومة وأعتقد أن عقيلة وتيارة وأنا عندما تحدث عن عقيلة ليس خليفة حفتر لأن شوف منذ رمضان السابق مش السنة هذه السنة اللي قبلها اجتماع بوشمال شرق القبة عقيلة صالح عندما جلب حفتر وأجلس أمامه تضيف عليه في مجلسه ارسل رساله للمكونات الاجتماعيه والسياسيه في شرق ليبيا بانه هو المفاوض السياسي وان حفتر عليه ان يدرك بان لديه مساحه اقل سياسيه وان عقيله صالح يجب ان يكون لديه المساحه الاوسع وبدا ينطلق عقيله صالح من هذا المنطلق صراحه يوم 21 ينتهي الالتزام او الزام الدول جميعها بالاعتراف بالاتفاق جنيف تونس وهذا الاتفاق محصن بقرارات مجلس الأمن. بعد هذا التاريخ كل السيناريوهات مفتوحة. نتحدث عن تغيرات في داخل ليبيا على مستوى المفاوض بعد الأمم المتحدة سيكون هناك يعني دفع في اتجاه إعادة تشكيلها مرة أخرى. وغيرها. الكثير من الدول ترغب في الاستمرار واستدامة حالة الاستقرار في ليبيا أكثر من. شوف أعلم بأن هناك بعض الرسائل المشوشة التي تأتي أيضا من بعض سفارات الدول للليبيين اليوم بأن قد تكون نتيجة الانتخابات المقبلة غير مرضية للجميع فلنبحث عن بديل
نعم الليبيين يرغبون في الانتخابات كوسيلة أو كمحطة في اتجاه الحل، لكن أعتقد أن هذا المسار صراحة يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى أن تكون المؤسسات الحالية فاعلة بشكل جدي وبشكل حقيقي في هذه المرحلة، وهذا غير موجود حتى الآن. وتحدثت عن أن عقيلة صالح بقصد يعطل ويشوش ويقوم بوضع العقبات أمام مسار القاهرة الذي من المفترض في يوم بعد 11 يوم أو 10 أيام من اليوم أن يكتب مسار القاهرة شهادة وفاة الأسهم السياسية جميعها وأن نذهب إلى الانتخابات. أنا لا يمكن أن يعني أن أقرأ أي الحكومتين أفضل في مسألة ما بعد 22/6، لكن ما أدرك بأن الليبيين يستحقوا أفضل من الخيارات الضيقة ويستحقوا فعلا العودة إلى الانتخابات. طيب. من خلال مسار آمن. وأعتقد أن المسار الآمن الأقرب ما هو موجود اليوم هو مسار القاهرة الذي بدأ عقيلة صالح بالضغط عليه. نعم. عقيلة صالح يناور على كل المستويات، وأعتقد أن هذه المناورة ستبعدنا أكثر عن الذهاب إلى الصندوق والعودة حرفيا شرعية للشعب. طيب. واضح تماما. سيد وسام عبد الكبير، مسار القاهرة مسار آمن كما يعتقد سيد إبراهيم بلقاسم أم هو مسار مفخخ؟ مسار القاهرة مسار مفخخ، واضح الأطراف الموجودة فيه لم تتفق حتى في العناوين. عندما رجع من الجلسة الأخيرة وفد مجلس الدولة قال كنا نناقش في القاعدة الدستورية، ووفد البرلمان أو لجنة البرلمان قالوا كنا نناقش في عملية تعديل الدستور، إذن لم يتفقوا على العنوان، فلا ننتظر منهم أن يتفقوا على التفاصيل أو على شروط الترشح للرئاسة أو شكل الدولة أو نظام الحكم أو غير ذلك. أعود للاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي خصوم دبيبة الذين أنشأوا السلطة الموازية والذين اليوم هم في مواجهة دبيبة لا يعترفون ب 21 يونيو كانت الاتفاق السياسي. هم قالوا الاتفاق السياسي ينتهي في 24 ديسمبر، وعلى ضوء هذه الحجة أقاموا الحكومة الموازية في بداية فبراير. كذلك نرجع إلى الخلف بالنسبة لاتفاق الصخيرات الذي بقى 5 سنوات صامدا، لأنه لا يوجد بديل للسلطة في ليبيا إلا هذا الاتفاق. المجتمع الدولي لا يمكن أن ينسف اتفاق جنيف لأنه شاركت فيه كافة الأطراف السياسية سواء مجلس الدولة أو البرلمان أو الشخصيات المستقلة، وتم بمباركة دولية وبقرار من الأمم المتحدة. لا يمكن أن ينسف ويترك الفراغ في ليبيا، وهذا ما حصل لكافة الأجسام. إذا نظرنا لشرعية البرلمان اليوم هي نفس الشرعية، البرلمان حسب الدستور ينتهي بعد سنة، يعني ينتهي في 2016، ولكنه تمدد بفضل اتفاق الصخيرات واليوم يتمدد بسبب اتفاق جنيف. يعني الجميع يعمل في ظل هذه القاعدة الأمر الواقع. واضح سيدي، كلهم يعملون بقاعدة الأمر الواقع. فالحديث عن أن بعد 21 يونيو ستكون سيناريو جديد، لا، الحكومة الواحدة الوطنية ستظل باقية، سيضيق المجتمع الدولي العمل في كيفية التقنيق صرف الإنفاق أو الأموال لتضيق على الأطراف السياسية، والدفع نحو إنشاء قاعدة دستورية في حالة فشل مسار القاهرة والأقرب إلى الفشل، لأن جميع المحللين والمراقبين يرون مسار القاهرة، المؤشرات الأولى تقول أنه لن يحدث اتفاق إلا قبل أغسطس، وهذا احتمال بعيد جدا. نعم. فالحد الآن الوضع على بالنسبة للسلطة سيبقى على ما هو عليه إلى الوصول إلى اتفاق سياسي آخر يوصلنا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. هو الحل كذلك المسار المحتمل والأقرب للواقع، مسألة القاهرة إن خرج عنها شيء وإن استمرت ستيفاني في مهامها، أم نتحدث عن جسم آخر كملتقى الحوار السياسي يدير هذه العملية برمتها؟ شوف، جميع التصورات المطروحة الآن من الصعب أن يتم التوافق على السنة هذا العام، يعني إن كان انتخابات، إن كان مسار قاعدة دستورية، إن كان جسم حكومة ثالثة، إن كان في توافق، هذا الموضوع يتطلب وقت طويل حتى يتفق المجتمع الدولي والدول الإقليمية والأطراف الصراع في الداخل، لأن الآن أطراف الصراع تغيرت وزادت. الآن أصبح عبد الحميد دبيبي يمثل تيار كبير عريض فيه من البركان وفيه من الكرامة اللي فقدوا الثقة من قياداتهم السابقة، وفيهم من الخضر أنصار النظام السابق. من اللي من الكرامة التي تتحدث أنه تغيرت؟ اللي كانوا كان يروف مشروع الكرامة هو محاربة الإرهاب والإسلام السياسي والقضاء على الإخوان، وواحد يقول أن الموضوع تغير. شخصيات فاعلة؟
لا لا نحكيك على التيارات في النهاية يمثلوا مهم في النهاية قاعدة شعبية في النهاية صوت انتخابي في النهاية رأي في النهاية ما يخليش ولده يخش حرب جديدة ولا ولد عمه الترويج حتى لفكرة الحرب والمشروعية التململ هذا كله بيتغير لكن في نقطة مهمة شوف عقيلة صالح أكثر شيء خافه الآن هو تقارب ولا حتى نخاف حتى نخاف من الفكرة ده مش يعني عقيلة صالح بس ممكن نتفق عقيلة في هذا الخوف تقارب بين خليفة حفتر والسيد عبد الحميد دبيبة لماذا تعتبره تقارب مخيف ربما يتشكل عنه شيء أول حاجة إن مشكلة شوف من البداية مشكلة عبد الحميد دبيبة مع خليفة حفتر ما كانتش إلا مشكلة أموال عبد الحميد دبيبة قطع جميع الأموال على حفتر لدرجة إن حفتر يعني عنده مشكل مالي كبير يعاني منه رأوا الحرب فلوس الحرب زو راو يا جماعة السعودية اللي تصدر في 10 مليون برميل والدولة الكبيرة اللي عندها أموال راو في حرب اليمن سببت لها مشكل اقتصادي ما بالك بحفتر اللي وبعدين في أمر آخر إذا هو ليس تقارب محمود بالنسبة لك حتى ليه فلنرجع ليش خليفة حفتر يتقارب خير فتح ليش عقيلة صالح يتخوف من هذا التقارب لأن سينهي مشروع حكومته لأن هذه الحكومة ممثل فيها حفتر صحيح لكن عقيلة صالح أكثر فالصفقة بين عقيلة حفتر وعبد الحميد لو نجحت عقيلة صالح هو فتحي بشارة بيطروا إيدهم على رأس أمره من المشهد بالكامل شكرا تأثيرهم حيضعف فالتخوف أنا أتمنى أن يصير تقارب هذا لكن أيضا مخيف لفتحي بشارة ومخيف لعقيلة صالح لأن هذا التقارب ستكون طلقة الرحمة لمشروعهم وسلطتهم خلال السنوات القادمة شكرا جزيلا لك المحلل السياسي السيد عبد السلام الراشحي كنت ضيفا هنا في الاستوديو كما أشكر ضيفي الكريمين عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي السيد وسام عبد الكبير وضيفنا أيضا عبر سكايب من القاهرة الكاتب والصحفي السيد إبراهيم بلقاسم الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة تصبحون على خير